الولايات المتحدة الأمريكية ما في شك شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية، شريك. في خضم الأزمة الأوكرانية الروسية وفي ظل تخبط العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية، بات من الواضح التقارب السعودي الروسي. فقد خرج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليتحدث عن مصير العلاقات مع أمريكا مصعدا بوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن. فهل انتقلت السعودية إلى محور روسيا؟ وفي التفاصيل، أشار ولي العهد السعودي إلى أن أمريكا ليس لها الحق في التدخل بشؤون الرياض الداخلية، موضحا أن حادثة خاشقجي كانت خطأ فادحا، ولكنه عاد ليؤكد أنه ليس مسؤولا عنها بشكل شخصي، وهي التهمة التي توجهها له دوائر استخباراتية في واشنطن بحسب عربي بوست. وأشار في مقابلة لمجلة ذي أتلانتيك الأمريكية ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أساء فهم شيء ما عنه قائلا ببساطة لا أهتم، فالأمر يعود له في التفكير في مصالح أمريكا، متابعا نحن لدينا علاقة طويلة وتاريخية مع أمريكا، وبالنسبة لنا في السعودية هدفنا هو الحفاظ عليها وتعزيزها، ولدينا فرصة لتعزيز كل هذه المصالح وفرصة كبيرة لخفضها في عدة مجالات. وإذا سألتنا في السعودية فنحن نريد تعزيزها في جميع المجالات، وليس لأحد الحق في التدخل في شؤوننا الداخلية، فهذا الأمر يخصنا نحن السعوديون. وفي حين أوضح بن سلمان أن المملكة لديها فرصة لخفض استثماراتها في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استثمارات المملكة بالولايات المتحدة والتي تبلغ 800 مليار دولار، أعرب عن حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، موضحا دور اتفاق أوبيك بلاس في ذلك وأهمية المحافظة عليها. هذا وكان قد جرى اتصال بين بن سلمان ورئيس روسي فلاديمير بوتين، حيث تم البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. مع إدارة وإدارة أمريكية قد يزيد هامش الاختلاف أو يقل، لكن أكثر من 90. أما فيما يخص الملف الإيراني فأوضح بن سلمان قائلا أن طهران جار للأبد وليس بإمكاننا التخلص منهم وليس بإمكانهم التخلص منا، وأن من الأفضل أن نحل الأمور وأن نبحث عن سبل لنتمكن من التعايش، مضيفا أن الرياض قامت خلال 4 أشهر بمناقشات وسمعت العديد من التصريحات من القادة الإيرانيين والتي كانت محل ترحيب في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن المباحثات بين البلدين مستمرة إلى أن يتم الوصول إلى موقف يشكل مستقبلا مشرقا للسعودية وإيران.